بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العمرة ليلة الحصبة. العمرة ليلة الحصبة، الحصبة هي ليلة الرابع عشر التي تكون بعد النفر الثاني من منى، وكان عليه الصلاة والسلام، والذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تأخر في منى ولم يتعجل وارتحل من منزله في منى في اليوم الثالث عشر، ومر بالجمرة ورماها، واستمر في سيره إلى الأبطح وهي الحصبة، فنزلها وصلى بها الظهر، ثم صلى العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وهجع ونام واستيقظ، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع في آخر الليل، وصلى بالناس الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعائشة رضي الله عنها تخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الميقات، يعني في آخر شهر ذي القعدة، في خمس بقين منه، وخيرهم يعني بين أن يحرموا بالحج وأن يحرموا بالعمرة، وقد أحرم هو صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، وبعد ذلك أرشد من كان غير محرم بالعمرة الذي هو غير المتمتع بأن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا، وبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي ليس له أن يتحلل منه إلا من إحرامه إلا في يوم العيد، حيث يرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه، فإنه يكون التحلل في ذلك، ولا يكون التحلل من القارن والمفرد إلا يوم العيد، وإنما الذي يحصل منه التحلل قبل يوم العيد عندما يصل الإنسان إلى مكة وهو محرم بعمرة، أو يفسخ الإحرام بالحج والعمرة أو بالحج وحده إذا لم يكن معه هدي، فإنه إذا طاف وسعى قصر من شعره وتحلل. وعائشة رضي الله عنها كانت ممن أحرم بعمرة متمتعة، ولكنها جاءها الحيض وهي في الطريق، واستمر معها الحيض حتى جاء يوم عرفة، ولما أراد الناس الخروج إلى 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 عرفة والخروج إلى منى وعرفة، أرشدها عليه الصلاة والسلام بأن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتكون بذلك قارنة، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من الميقات، وإحرامها مستمر ولم ينتهي إحرامها بالعمرة، وإنما لما لم تتمكن من الإتيان بالطواف والسعي والتحلل قبل الشروع في الحج،
أرشدها عليه الصلاة والسلام بأنها تحرم بالحج وتدخلها على العمرة فتكون قارنة، فإحرامها بالعمرة كان من الميقات وإحرامها بالحج كان من مكة، كان من مكة، فأرشدها عليه الصلاة والسلام وقال ارفضي عمرتك. وليس معنى رفضها بأنها تلغيها وتبطلها، وإنما ترفض أعمالها وتترك أعمالها لأنها لم تتمكن بسبب الحيض، لأن أعمال العمرة طواف وسعي، والطواف لا يكون إلا من هو على طهارة، والسعي يكون بعده يعني بعد الطواف. فرفض العمرة يعني رفض الأعمال، لأنها إذا لم تتمكن من الإتيان بأعمالها وأدخلت الحج على العمرة صارت قارنة، فصارت بذلك جمعت بين العمرة التي جاءت بها من الميقات والحج الذي أضافته وأدخلته عليها عند ذهابهم للحج لأنها لم تتمكن. ثم إنها لما قدمت من الحج وطهرت طافت طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة، وكان طوافها وسعيها لحجها وعمرتها لأنها قارنة، والقارن أعماله مقترن بعضها ببعض، لأن الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة فهما مقترنان، ولا تنفصل أعمال العمرة عن أعمال الحج في القران كما هو الحال في شأن التمتع، لأن التمتع أعمال العمرة منفصلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج منفصل ومستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تدخل العمرة وصارت قارنة. ولما جاءت ليلة الحصبة التي هي بعدما نفروا في اليوم 13 بعد الزوال وجاءوا إلى منى وجاءوا إلى الأبطح وهو الحصبة وصلوا فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والعشاء، ثم هجع صلى الله عليه وسلم هجعه وذهب إلى مكة لطواف الوداع. كانت عائشة رضي الله عنها طلبت منه أنها تأتي بعمرة مكان العمرة التي لم تتمكن منها بسبب الحيض والتي فيها طواف وسعي كما حصل لأمهات المؤمنين التي ما حصل لهن العذر الذي حصل لها، فإنها طفنا وسعينا وتحللنا ثم بعد الحج طفنا وسعينا، فهن وغيرهن من المتمتعين جاءوا بطوافين وسعيين، طواف وسعي مستقل للعمرة وطواف وسعي للحج، وهي لم يحصل منها إلا طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة والسعي بعده لحجها وعمرتها، فهي أرادت أن تكون تلك العمرة التي لم تتمكن منها تأتي بعمرة أخرى مكانها حتى تطوف وتسعى ويكون عندها طوافان وسعيان، وهي في الحقيقة تعتبر اعتمرت مرتين، مرة العمرة المقترنة بالحج والعمرة التي أتت بها بعد الحج. قال حدثنا محمد بن سلام، نعم، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن هشام عن أبيه، نعم، هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا، قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمر. ثم ذكر العمرة من التنعيم. العمرة من التنعيم ليس المقصود أنه لا يعتمر إلا من التنعيم لمن كان في مكة، فأهل مكة يعتمرون من خارج الحرم من الحل، فيجمعوا في العمرة بين الحل والحرم، يجمعوا في العمرة بين الحل والحرم، كما أن الحجاج يجمعون بين الحل والحرم لأنهم يحرمون يعني في مكة ويذهبون إلى عرفة، وعرفة من الحل، فجمعوا بين الحل والحرم، والعمرة فيها الجمع بين الحل والحرم، فلا يكون الإحرام بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام من خارج الحرم،
وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أخا عبد الرحمن بن بكر أن يذهب بأخته إلى التنعيم لأنه أقرب مكان من الحل، لأنه أقرب الحل، لأنه قريب، بخلاف بعض الأماكن فإنها تكون بعيدة، والحل والتنعيم هو أقرب الأماكن من الحل إلى الحرم. فهذا هو الوجه الذي جعله يعني يختار التنعيم ويرشدها إلى التنعيم لأنه قريب، وهم يعني وهو صلى الله عليه وسلم يريد منها أن تعتمر وأن تأتي ليسافروا، فاختار لها المكان الأقرب. يعني فليس المقصود من ذلك أن العمرة أنها مختصة بالتنعيم، وإنما المكي ومن في حكم المكي إذا أراد بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى خارج الحرم يعني من أي الجهات، لكنه إذا لكنه اختار لها صلى الله عليه وسلم التنعيم لأنه الأقرب، يعني أقرب مكان من الحل الحرم. فهذا هو وجه اختياره، وليس المقصود أن العمرة ما تكون إلا من التنعيم للمكيين، فإنهم يخرجون خارج الحرم سواء للتنعيم أو للجعرانة أو لأي مكان من خارج الحرم أو لعرفة، لأن يعني الحرم حدوده بين عرفة ومزدلفة. المهم أن الذين في الحرم من أهلها ومن الوافدين إليها عند إحرامهم بعمرة لا يحرمون من داخل مكة ولا يخرجون يحرمون من داخل الحرم، وإنما يخرجون من الحل يحرمون من الحل. قال أمره أن يردف عائشة وعمرة من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمر، يعني معناه أنه سمعه يعني أكثر من مرة ليس مرة واحدة. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عمرو بن أوس نعم عن عبد الرحمن بن أبي بكر نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بالحج فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وهو يتعلق ب يعني بإحرامه صلى الله عليه وسلم وإحرام معه من ذي الحليفة، وأن فيهم المتمتعون والمفردون والقارنون، وفيهم من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي، فالذين ساقوا الهدي من القارنين والمفردين يبقون على إحرامهم بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد، وأما الذين أحرموا بالعمرة فقط وكذلك الذين أحرموا بالحج والعمرة ولم يسوقوا هديا أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا إحرامهم من عمره ويكونوا متمتعين، وإذا طافوا وسعوا قصروا وبقوا على إحرامهم إلى يوم العيد. ولما كان عليه الصلاة والسلام لم يحل من إحرامه وهم يعني حصل منهم فعل يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم استمتعوا وتمتعوا بين الانتهاء من العمرة وقبل الشروع بالحج، ومما استمتعوا به الجماع، فقالوا يا رسول الله كيف نذهب إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني أنهم يجامعون النساء بين فراغهم من العمرة وبين دخولهم في الحج،
وهو صلى الله عليه وسلم باق على إحرامه، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أني معي الهدي لا أحللت ولا جعلت عمرة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي منعه من أن يفعل كما فعلوا من التحلل من الحج والعمرة أو من الحج إلى العمرة، يعني بحيث يعني تحولوا من القران والإفراد إلى العمرة، قال الذي منعهم ذلك سوق الهدي، والذي ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وذكر أن الذين ساقوا الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه وطلحة، وجاء في بعض الروايات يعني غير طلحة، وأن فيه من ذوي الأسار ومن ذوي القوة، ذوي اليسار الموسرين الذين يعني معهم يعني عندهم قدرة على الهدي وساقوه، وكذلك علي الذي قدم من اليمن ومعه هدي وقد أهل بإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول قارنا فأمره أن يبقى على قرانه. وسيأتي وسبقا مضى، وكذلك سيأتي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم وليس معه هدي، وأهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكن ساق هدي أمره بأن يعني يطوف ويسعى ويقصر، ويعني يجعل إحرامه يكون عمرة لأنه لا هدي معه. وعائشة رضي الله عنها كانت جاءت بعمرة وأدخلت الحج عليها ونسكت المناسك كلها، بحيث وقفت بعرفة وباتت مزدلفة وجاءت إلى منى ورمت ويعني قصرت وطافت يعني طواف الإفاضة وسعت بين الصفا والمروة، يعني عملت المناسك كلها يعني. وكانت دخلت بعمرة لم تتمكن منها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بعمرة أو يرخص لها بعمرة من يعني من مكة يعني من خارج الحرم، تكون مكان عمرتها السابقة التي لم تتمكن منها بسبب الحيض. فأمر أخاها أبو بكر عبد الرحمن بن بكر أن يعمرها من التنعيم، ففعل ويعني أدت العمرة التي، وبذلك حصل لها أنها طافت طوافين وسعت سعيين كما أرادت وكما طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول سراقة بن مالك. نعم. ثم قال وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يعني جمرة العقبة، قال هذه يعني لكم أو يعني للموجودين في هذا الزمان أم للأبد؟ قال بل للأبد، يعني أنها أن العمرة وفصحها من الإحرام من القران والإفراد إلى إذا لم يسق هديا أنه يكون متمتعا، هذا ليس حكما يعني خاصا بذلك الزمان وفي تلك الحجة، بل هو حكم مستمر. فكل من أحرم بحج أو عمرة أو إفراد وليس معه هدي فإن المشروع والمطلوب منه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، لكن ذلك ليس بواجب وإنما هو مستحب. قال حدثنا محمد بن مثنى. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد. نعم. عن حبيب المعلم. نعم. عن عطاء عن جابر. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت لا ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ثم ذكر يعني باب الاتيان بعمرة يعني بعد الحج من غير
من غير هدي. نعم. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. الاعتمار بعد الحج من غير هدي. الهدي يكون لمن أتى بالحج والعمرة قارنا أو أتى بها متمتعا بأن أتى بالعمرة قبل الحج وطاف وسعى وتحلل, أو دخل في الحج والعمرة أو دخل في الحج ومعه الهدي, فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد, يبقى على إحرامه إلى يوم العيد, وليس له أن يتحلل لأنه ساق الهدي. والهدي لازم للقارن والمتمتع, والقران يقال له تمتع لأن فيه الاتيان بنسكين في سفر واحد, فهذا يعتبر تمتع, ولهذا وجب القران وجب الهدي على القارن وعلى المتمتع. وأما من أتى بالحج أو أتى يعني بالحج والعمرة ثم أتى بعمرة بعد الحج, العمرة بعد الحج ليس لها هدي, وليس هناك صيام, وليس هناك إطعام, وإنما الصيام وإنما الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا. أما من أتى بعمرة بعد الحج, هذه العمرة بعد الحج لا يجب فيها لا صيام ولا إطعام ولا هدي, يعني ليس لا يجب فيها شيء, لأن عائشة رضي الله عنها ما وجب عليها شيء بهذه العمرة التي فعلتها بعد الحج, ولكنه وجب عليها الهدي من أجل أنها كانت قارنة. وقد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أهدى لزوجاته البقر كما سبق عن ربنا, وعائشة ممن أهدي لهن لأنها تعتبر قارنة, وبقية زوجات كنا متمتعات, والهدي لازم للقارن والمتمتع, لازم للقارن والمتمتع. فإذا هذه العمرة التي جاءت بعد الحج وهي تعتبر عمرة ثانية بالنسبة لها, لأنها معتمرة مع حجها ومعتمرة عمرة مستقلة بعد الحج, هذه العمرة اللي بعد الحج ليس لا يترتب عليها لا هدي ولا صيام ولا إطعام, وإنما يعني كالعمرة التي تكون في أثناء السنة والتي لا علاقة لها بالحج, فإنه لا هدي فيها, لا هدي فيها ولا صيام ولا إطعام. قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن الزريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك, فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا, ولكنها على قدر نفقتك على قدر نفقتك أو نصابك. ثم قال الإيش باب العمرة أجر العمرة على قدر النصب. أجر العمرة على قدر النصب, يعني أن العمرة يعني إذا كانت من مسافة بعيدة ففيها نصب وفيها زيادة أجر, وإذا كانت قريبة يعني فلها أجر على قدر النصب, وليس كل العمر من جميع الجهات يكون الأجر فيها واحد, فإنه كلما كان المكان أبعد فإنه يعني يكون أفضل فيه زيادة الأجر, لأن الأجر على قدر النصب. فالذي يأتي من ذي الحليفة يعني عنده زيادة أجر, لأن هذه المسافة التي هي زائدة على غيرها هو يؤجر عليها, لأنه محرم ويلبي يعني 9 أيام كان يعني يمشون من المدينة, يعني غيرها أقرب منها, لكن يعني العمر كلها حاصلة وكل أدى عمره, لكن ليست العمر على حد سواء, من تعب وتكلف وأتى يعني من الميقات الذي هو أبعد لا شك أنه عنده زيادة أجر. وكذلك أيضا بالنسبة للحرم, بالنسبة للحرم فإن الذي يخرج إلى مكان قريب يعني أقل ممن يخرج إلى مكان بعيد خارج الحرم, لأن المسافة التي يقطعها والمسافة التي كان يلبي بها يعني له فيها زيادة أجر. يعني فعائشة رضي الله عنها لما طلبت أنها تعتمر يعني بعد الحج وأذن لها
وقال أجرك على قدر نفقتك أو على قدر نصبك، يعني على قدر نصبك. فإذا العمرة كلما كان التعب فيها أكثر وكلما كانت المسافة أطول فإن الأجر فيها يكون أكثر، وكلما قلت يعني يكون الأجر أقل، ولكن العمرة حاصلة للجميع، العمرة حاصلة للجميع. قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن ابن عون عبد الله بن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن قال عن عائشة. نعم، إبراهيم النخعي والأسود النخعي. قال رحمه الله تعالى: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا سرف، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيم فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. ثم ذكر بعد ذلك بابنا هل المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟ هل يجزئه عن طواف الوداع، يعني طواف العمرة الذي طافه وخرج بعده مباشرة، هل يجزيه عن طواف الوداع؟ أولا العمرة التي يعني لا علاقة لها بالحج ليس هناك دليل يدل على وجوب طواف الوداع فيها، فالعمرة ليس فيها طواف وداع ولا يجب فيها طواف وداع، لأن الحديث التي وردت في طواف الوداع إنما جاءت في الحج ولم يأتي شيء يعني في العمرة، ولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر يعني بعدما خرج يعني من 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 يعني من 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 العمرة، وإنما الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وسافر بعده يغني عن الوداع لأن آخر عهده البيت. فكذلك الإنسان إذا اعتمر بعد الحج أو الذي حصل لعائشة عمره بعد الحج أنه يمكن أن يكون إذا طافت وسعت وخرجت بعد ذلك يغني، لأن كما يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع عند في الحج، وكذلك العمرة التي بعد الحج هذه هي التي يعني فيها الكلام من ناحية أنها هل يغني عن طواف الوداع. أما العمرة المستقلة التي لا علاقة لها بالحج هذه ليس لها طواف وداع، وإن كان يستحب الإنسان يودع يعني، لكن ليس هناك، لو خرج غير مودع ليس عليه شيء، لو خرج غير مودع ليس عليه شيء، وإنما هذه عمرة بعد الحج وسفرة الحج يعني موجودة، والإنسان لا يغادر مكة وهو حاج إلا وقد ودع، فإذا كان طاف للعمرة وسعى وخرج بعدها يعني هل يجزيه أو لا يجزيه؟ الذي يظهر أنه يجزيه لأن هذا مثل طواف الوداع لو أخره، وكون السعي يأتي بعد الطواف لا يؤثر لأن السعي تابع للطواف وكله دعاء وذكر لله عز وجل. أورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي
فيه أنها اعتمرت بعد الحج وأنها طافت وسعت يعني لعمرتها وأنها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون اكتفت بهذا الذي حصل منها أو أنها عادت معه صلى الله عليه وسلم وطافت للوداع. لكن تأخير طواف الإفاضة إلى حين السفر يغني عن الوداع، وكذلك العمرة إذا كانت بعد الحج وحصل الطواف والسعي وسافر الحاج يعني أو المرأة يعني بعد ذلك مباشرة فإنه يغني عن طواف الوداع. والبخاري رحمه الله ذكر ذلك عن طريق الاستفهام، يعني هل يجزي أو لا يجزي، هل يجزي أو لا يجزي. والذي يظهر أن هذه مثل طواف الوداع بالنسبة للحج، إذا أخره وطاف الإفاضة وسعى وسافر بعده. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزل الله الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، وأحسبه قال: كغطيط البكر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ثم قال: باب يفعل بالعمرة يفعل في العمرة ما يفعل في الحج يفعل في العمرة ما يفعل بالحج، يعني أن المحظورات في الحج هي محظورات في العمرة. فمن دخل في الإحرام حاجا أو معتمرا فإنه يجتنب المحظورات، والمحظورات هي سواء كان في حال الحج أو في حال العمرة، يجتنبها المعتمر ويجتنبها الحاج، يعني ما يتعلق بأخذ الشعر وما يتعلق بتقليم الأظهار وما يتعلق بالطيب وما يتعلق بلبس المخيط وما يتعلق بتغطية الرأس وما يتعلق يعني بالمباشرة والجماع وما إلى ذلك. كل المحظورات التي هي محظورة في الحج أي هي محظورة في العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بالجعرانة وقد عليه جبة وقد تغمخ بالطيب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجبه، وأنزل الله عليه الوحي. وبعدما سري عنه بعد الشدة التي تحصل له عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم سأل عن الرجل فقال: انزع عنك الجبة، يعني لأن المحرم لا يلبس بالعمرة وكذلك في الحج لا يلبس المخيط ولا يلبس اللباس المعتاد، لا قميص ولا جبة ولا يعني سراويل ولا يعني الفنايل ولا أي شيء يعني يمنع منه المحرم يعني في حجه يمنع منه المعتمر في عمرته. فالرسول عليه السلام قال: انزع عنك الجبة لأنها مخيط ولأنه لباس معتاد من الألبسة ليس إزارا ورداء، واغسل عنك الطيب يعني الذي كان عليه. ولعل هذا أنه كان يعني أنه حصل منه بعد الإحرام، لأن الطيب قبل الإحرام وكونه يعني يصير تبقى آثاره عليه، إلا أن الشيء الذي فيه يعني لون يعني الطيب كالزعفران والورص يعني لا يستعمله الإنسان، وإنما الطيب الذي يكون على الإنسان قبل أن يحرم هذا لا بأس ببقائه عليه في جسده لا في ثيابه، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وأما كون الإنسان يتطيب في أثناء إحرامه
سواء في حج أو عمرة فإنه لا يجوز، فإنه قال له انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك، يعني الأشياء التي تجتنبها في حجك اجتنبها في عمرتك. قوله وله غطيط كغطيط البكري. نعم، يعني غطيط يعني غطيط يعني صوت يظهر منه صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه يصيبه شدة عند نزول الوحي، يعني ويتغير وجهه ويتأثر عليه الصلاة والسلام. نعم، كغطيط البكر. البكر هو البكر من الإبل. نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن همام ابن يحيى عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية. نعم. عن أبيه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن عروة بن الزبير يعني الذي يعني هي خالته قال لها وكنت حديث السن، يعني إن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فإن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال أنه يفهم منها أنه لا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني من أنه ما يطوف. وأنكرت عليه عائشة يعني هذا وقالت إن المعنى أنه يعني يطوف، وليس معنى ذلك أنه لا يطوف، لأنه لو كان المقصود كما يقول قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما قال يعني فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فإنه يعني يطوف ولا جناح عليه. وبينت السبب وأنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمنات وأنهم يعني يستنكرون أو يعني لا يحبون أن يسعوا بين الصفا والمروة ويتحرجون من ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقول عروة بن الزبير وكنت حديث السن هذا يبين أن حداثة السن قد يكون فيها خطأ وقد يكون معها خطأ في الفهم، ولهذا فإن بعض الشباب الذين يعني يفهمون فهوما خاطئة ويركبون رؤوسهم يعني في الشيء الذي فهموه ولا يرجعون إلى أهل العلم فإنهم يقعون فيما يعود عليهم بالضرر ويعود عليهم وعلى غيرهم بالضرر، لأنه قال كنت حديث السن، هذا اعتذار يعني لكونه قال هذه المقالة وأنه فهم هذا الفهم. وقد جاء في الخوارج أنهم حدثاء الأسنان يعني سفاهة الأحلام، يعني أنهم يعني أسنانهم صغيرة وأنهم ليسوا كبار، يعني فحداثة السن يعني يقع الإنسان فيها بفهوم خاطئة ويعني يقع في أمور محذورة، ولهذا اعتذر أو قدم بين يدي تحديثه بهذا الحديث أنه كان حديث السن وأن هذا هو الذي جعله يفهم هذا الفهم الخاطئ، لأنه ما رجع إلى أهل العلم وما رجع إلى عائشة وما رجع إلى غيرها. ثم إن المصنف ذكر هذا الذي فيه الحج والعمرة وأن الحاج والمعتمر يطوف بين الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة، يعني لبيان أن الأعمال
في الحج والعمرة واحدة، يعني فيما يتعلق بالأمور التي تجتنب يعني في الحج فإنها تجتنب في العمرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وزاد سفيان وأبو معاوية عن هشام. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة؟ قال: بشر خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم قال: باب متى يحل المعتمر. متى يحل المعتمر؟ المعتمر يحصل منه الإحلال إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر رأسه أو حلقه، فعند ذلك يحصل التحلل، هذا هو تحلل المعتمر. المعتمر إذا أتى بأعمال العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير عند ذلك يتحلل، ولا يتحلل قبل ذلك، لا يتحلل قبل يعني قبل أن يطوف ويسعى الذي هو آخر يعني أعمال العمرة ويأتي بالحلق أو التقصير بعده، فعند ذلك يحصل التحلل. ثم ذكر الحديث عن أولا قال عطاء عن جابر: أمر أن يجعلوها عمرة ويطوف ثم يقصر ويحل. يعني ذكر حديث هذا الحديث أشار إليه وقد جاء يعني موصولا، وهو أن الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة أنهم يطوفوا ويسعوا ويقصروا، أنهم يطوفوا ويسعوا ويقصروا، وكذلك الذين جاءوا يعني بعمرة ابتداء فإنهم يطوفون ويسعون ويقصرون. نعم. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم واعتبرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة أتينا معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. وهذا كان في عمرة القضاء، عمرة القضاء التي هي في السنة السابعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني جاء في السنة السابعة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل، وكانوا يسترونه عن أهل عن الكفار يعني لا يصيبونه بأذى، يعني في وذلك في تلك العمرة التي هي في السنة السابعة والتي هي عمرة القضاء المقاضاة والاتفاق والمصالحة التي كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش أن يأتي في العام القادم يعني في السنة السابعة، فجاء في ذي القعدة وطاف وسعى وقصر. وهنا بين أن المعتمر إنما يعني ساق الحديث ليبين أن التحلل للمعتمر إنما يكون بعد الطواف والسعي وأيضا التقصير. نعم. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. وسئل يعني هل دخل الكعبة يعني في تلك العمرة لعمرة القضاء؟ قال: لا. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دخل الكعبة في عام الفتح. نعم. قال: فحدثنا ما قال لخديجة. قال ثم ذكر أمرا يتعلق بخديجة وشيء جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق خديجة، وأنها يعني مبشرة بالجنة في بقصر في الجنة ليس فيه نصب ولا صخب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم. عن جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر هذين الحديثين عن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سئل يعني ابن عمر وكذلك جابر الإنسان إذا طاف بالبيت وهو معتمر وفرغ من طوافه وبقي عليه السعي بين الصفا والمروة هل يأتي امرأته؟ فذكر الحديث اللي هو الذي هو ابن عمر وقال إن الرسول فعل كذا وكذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, يعني أنه ليس له أن يتحلل من إحرامه إلا بعد الطواف والسعي وكذلك التقصير, يعني يقصر فيصير حلالا بذلك. وكذلك سئل جابر فقال لا يقربنها يعني حتى يفرغ من عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة, حتى يطوف بين الصفا والمروة, يعني ليس له أن يتحلل من عمرته قبل أن يأتي بركنيها اللذين هما الطواف والسعي والركن الثالث الذي هو الإحرام الذي يكون به الدخول في النسك. قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت, طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وكان قدم من اليمن وقد أحرم بأهل يعني إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء وليس معه هدي ولما جاء إلى مكة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أهل بإهلاله ولم يكن معه هدي أمره بأن يطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر, يعني هذا يبين هذا محل الشاهد وهو أن المعتمر إنما يحل بعد الطواف والسعي والتقصير, المعتمر إنما يتحلل من عمرته بطوافه وسعيه وتقصيره ولا يسأله أن يتحلل قبل ذلك. والحديث سبق أن مر ولكنه أورده هنا من أجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يطوف ويسعى ويقصر وبذلك يعني يكون الإنسان انتهى من عمرته. وما ذكره ما يتعلق بالمرأة التي من بني قيس والتي فلت رأسه هذا محمول على أنها من محارمه وسبق أن مر الحديث ويعني ذكرنا أن هذا إنما هو على اعتبار أنها محرم أنه محرم لها إذ لا يجوز الخلوة بالأجنبية ولا يجوز من الأجنبية أنها تلمس جسد الإنسان يعني لا شعره ولا يعني يديه ولا أي شيء منه بل لا تصافح النساء لا يحصل مصافحة بين الرجال والنساء والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء حتى في البيعة عندما تأتي المرأة تبايع يعني على الإسلام وعلى الدين فإنها تقول بايعتك كذا فيقول الرسول قد بايعناك كلاما لا مصافحة. قال حدثنا محمد بن بشار نعم عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قيس بن مسلم نعم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري نعم قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما, وأنها كانت إذا مرت بالحجون وقالت صلى الله على محمد, وذلك أنها يعني تذكرت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت عليه الصلاة والسلام, وأخبرت بأنهم اعتمروا وهي وأختها والزبير, وأنهم لما طافوا بالبيت يعني قال إيش لما طافوا بالبيت قالت فلما مسحنا البيت أحللنا قالت فلما مسحنا البيت أحللنا, هذا في اختصار يعني معناها أنهم أحلوا بعدما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة, لأنه لا بد من السعي مع الطواف, فهذا يعتبر يعني من قبيل الاختصار اختصار الحديث, وأن هذا إنما كان بعد الطواف وأنه لا يكون التحلل إلا بعد الطواف والسعي, وما جاء في الحديث هو اختصار لأنه ليس الإنسان يتحلل وهو ما سعى. ثم أهللنا من العشي بالحج ثم أهللنا من العشي بالحج أهللنا من العشي بالحج يعني انتهوا من العمرة ثم أهلوا بالحج, وليس هناك يعني مدة طويلة بين تحللهم وبين إحرامهم بالحج. قال حدثنا أحمد بن عيسى نعم المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود الديلي محمد بن عبد الرحمن نعم. النوفري عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه, ونسأله سبحانه وتعالى أن يخلص أهل الشام مما حصلهم من البلاء, وأن يكبت عدوهم الذي آذاهم وألحق الضرر بهم, وأن يجعل دائرة السوء عليه, والله عز وجل له جنود السماوات والأرض, فنسأله سبحانه وتعالى أن يسلط على أعدائهم أعداء أهل الشام الذين تسلطوا عليهم أن يسلط عليهم جندا من جنوده التي لا يعلمها إلا هو, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. يقول فضيلة الشيخ حسن الله إليك, اعتمرت وطفت وسعيت وبحثت عن الحلاقين ولم أجد, وأنا لا أعرف مكة, فرجعت إلى المدينة, ثم بعد 3 أيام أخبرني بعض الإخوة أن الحلق واجب, وسألت ماذا أفعل, فقال البس إحرام واحلق, ففعلت ما ذكر لي, هل فعلي صحيح؟ نعم لا بأس بذلك, يعني يكون الإنسان يعني أخر وفعل يعني جاهلا وناسيا, الجهل والنسيان لا يؤثر على كون الإنسان يلبس ثيابه, فلبس الثياب يعني أولا كان عليه أن يحلق المدينة قبل أن يخلع ثيابه, لكنه ما دام أنه يعني لبس ثيابه وقيل له أنه يتحلل بالحلق وفعل ذلك فإنه لا شيء عليه وعمله صحيح, لكن إذا كان عنده أهل وجامعهم يختلف الحكم, يعني يكون لابد يعني أنه يعني يعني للجماع هذا يختلف عن قضية اللبس وعن قضية الشعر. نعم. يقول إذا قطع الإنسان عمرته وهو في الطواف بسبب مرض ودخل بعد ذلك المستشفى, فكيف يكمل عمرته بعد أن أجريت له عملية جراحية؟ إذا خرج من المستشفى يطوف ويسعى الطواف الذي بدأ به ولم يعني يكمله, هذا لا يعتبر لأنه طال الفصل, أما لو كان في أثنائه يعني تعب وجلس قليلا يعني يستريح ثم يواصل لا بأس بذلك, أما كونه يعني قطعه وذهب ودخل المستشفى فإنه إذا خرج فإنه يطوف ويسعى.
يطوف يبدأ بالطواف من أوله ولا يعتبر الأطوفة أو الأشواط التي كانت قبل ذلك. يقول: من أتى امرأته بعد أن طاف وسعى وقبل أن يحلق في العمرة ماذا عليه؟ إذا كان بعد الطواف والسعي وقبل أن يحلق عليه شاة، عليه شاة. من كان مريضا لا يستطيع لبس الإحرام فماذا يفعل في الحج؟ إذا كان إذا يعني إذا كان أنه يحتاج إلى لبس الثياب وأنه يعني لا يعني يبقى في ثيابه ثياب الإحرام فيجوز له أن يلبس، ولكن عليه الفدية، وهذه الفدية إن كان يعني مجرد لبس الثياب بدون تغطية الرأس فإنه مخير بين ثلاث أشياء، يعني يصوم ثلاث أيام ويطعم ستة مساكين ويذبح شاة، وإن فعل الاثنين فإنه يفعل يعني الجزاء مرتين، يعني لتغطية الرأس جزاء وللبس المخيط جزاء. نعم. يقول: هل تجوز مصافحة المرأة خاصة إذا كانت كبيرة واليد مغطاة بقماش أو بقفاز؟ ليس الإنسان يصافح النساء لا يعني بحائل ولا من وراء حائل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد النساء إلى أنهن يلبسن يعني قفافيز أو يلبسن شيء من أجل يصافحهن، وإنما ترك مصافحتهن واكتفى بقوله قد بايعناك. يقول: شخص ذهب للعمرة في رمضان وأفطر، فهل يجوز له أن يجامع أهله بعد الفراغ من العمرة؟ أعيد السؤال. ذهب إلى العمرة في رمضان وكان مفطرا، فهل يجوز له أن يجامع بعد انتهاء من عمرته؟ يعني هذا الزمان فيما يتعلق بالأسفار الحقيقة لا فرق بين المسافر وبين المقيم، لأن السفر يكون يعني 4 ساعات أو 5 ساعات، وانتهاز الفرصة والوقت وعدم تحمل دين لا شك أن هذا هو الأولى. فالذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا، وأن يعني يكون في حال سفره يعني للعمرة أو لغيرها من الأسفار التي يعني هي قصيرة والتي يعني يكون فيها المدة يعني يسيرة جدا، الإنسان أن يسلم من هذا الشيء وألا يهون على نفسه، يستهين بأمر الصيام وأمر كونه يعني يترخص يعني والأمر في ذلك، مع أنه جائز الترخص، لكن كل إنسان يعني يصير مع الناس ويسلم من كونه يعني يأكل ويجامع بأنه يصوم، يعني بأنه يصوم وأن يكون مع الناس لا شك أنه هو الذي أولى. أنا ما يعني أؤيد أن الناس يفطرون من أجل أنهم يتمتعون بأنواع المتع من يعني من أكل وشرب وجماع. يقول: ما رأيكم في من يقول بأنه لا يجب المبيت بمزدلفة وأنه يكفي البقاء بها قدر تجهيز الراحلة، وأن هذا قول منسوب للإمام مالك؟ المبيت المزدلفة فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به، ومنهم من قال إنه واجب يجبر بدم، ومنهم من قال إنه مستحب، والأوضح هو القول الأوسط الذي فيه أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة أن ينصرفوا آخر الليل، والترخيص إنما يكون لأمر واجب، الترخيص إنما يكون لأمر واجب، فالذي يعني يظهر من حيث الدليل أنه ليس بركن ولا مستحب، وإنما هو واجب من تركه عليه دم. ينقل ابن حجر في الفتح عن صاحب الهدي، فما المراد؟ وهذه من القيم اللي هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني يقال له الهدي اختصارا، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد يعني يعبر عنه بكتاب الهدي اختصارا. لماذا لم يذكر البخاري حديث جابر الطويل الذي ذكره مسلم؟ لأنه يعني
فيه من هو ليس على شرطه، لأن في إسناده من ليس على شرطه، لأن هذا اللي هو جعفر بن محمد بن محمد بن علي هذا روى له في الأدب المفرد، ما روى عنه في الصحيح. يقول أنا طالب في الجامعة وأحتاج إلى بعض المال، حيث ما يأتيني من الجامعة المكافأة لا تكفيني، فهل إذا طلبت من أهلي مالا أدخل في المسألة المذمومة؟ أهلك كون أهلك يرسلون لك، يعني أبوك أو أمك، يعني هذا لا يقال لمسألة، كونك تطلب من أبيك ليس هذا، أبوك يعني إذا ساعدك وطلبت منه يعني هذا لا يدخل تحت المسألة، المسألة كونك تسأل الناس، وأما تطلب من أبوك ما يقال هذا مسألة، وهل يقال هذا مسألة مذمومة. وهل يجوز أن أعمل حتى لا أسأل أحدا، علما بأنه مكتوب على إقامتي غير مصرح له بالعمل؟ اسمع وأطع، إذا قيل لك لا تعمل لا تعمل، ويعني إذا كان أنت واحد من أمم كثيرة، يعني لست يعني وحدك، يعني فيه طلاب معك كثيرون جدا، فصر مثلهم. يقول ما حكم الجهاد في سوريا، هل يجوز لي أن أذهب للجهاد؟ أهل سوريا هم بحاجة في الحقيقة بحاجة إلى الدعاء لهم، وأن يحرص الإنسان على الدعاء لهم. أما قضية يعني كل إنسان يذهب، يعني فما هي القضية، قضية نقص يعني وناس حتى تروح تزيد، فيعني ويخشى أن يكون يعني الذهاب مثل الجماعة اللي ذهبوا للعراق وحصل منهم الشر وحصل منهم الفساد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.